المسلمين نتيجة بعدهم عن فهم الإسلام وقراءته ودراسته، ونتيجة بعدهم عن الحياة الإسلامية بعد أن يعني تعاقبت أجيال بعد سقوط الدولة الإسلامية، فلم ترى الحياة الإسلامية والنظام الإسلامي مطبقا على أرض الواقع. كان هناك اتكاء على جهل المجتمع بطبيعة الإسلام ونظامه المفصل، فمعظم الناس يظنون أن الدولة الإسلامية هي دولة تمنع السفور في الحياة العامة، تمنع الربا فقط، تقيم الحدود، ولا يعرف كثير من الناس نظام الحكم المفصل في الإسلام، ولا يعرفون النظام الاقتصادي. فأتت بعض الدول وأعلنت أنها تطبق الإسلام، بينما في الحقيقة لا تطبق إلا جوانب من الإسلام. يعني اذهب الآن إلى المملكة السعودية، ستجد البنوك الربوية التي هي الجوهر في النظام الاقتصادي الرأسمالي على بعد أمتار من الحرمين، يخرج من باب الحرم وتسير خطوات حتى تصل إلى بنك ربوي يتعامل بالربا. وهذا الأمر هو نفسه يدعي حكام إيران أنهم يطبقون الإسلام، بينما لا زال النظام الاقتصادي الرأسمالي مطبقا بحذافيره في تلك البلاد، ولا زالت البنوك الربوية قائمة. يأتون ويطبقون في القضاء بعضا من أحكام العقوبات، بعض الحدود، قطع الأيدي والجلد إلى آخره، وهي جزء من الإسلام، ولكن تطبيق جزء من الإسلام لا يعني أن الإسلام قد طبق. يكفي أن هذه الدول التي أعلنت أنها تطبق الإسلام أصرت على أنها دول فطرية يكون الولاء فيها للأرض والوطن بدل أن يكون للأمة، ويكفي أنها تصر على أنها تلتزم قوانين وأنظمة وأعراف الأمم المتحدة، ما دامت أعضاء الأمم المتحدة تلتزم قوانينها التي تتعارض من حيث الأساس والتفاصيل مع أنظمة الإسلام. يكفي أن سياستها الخارجية لا تمت إلى الإسلام بصلة، لم تطبق الإسلام فعليا. من جديد يعني هنا المشكلة أنهم يتكئون على جهل الناس بالإسلام، فيكتفون ببعض المظاهر، أنه على النساء أن يرتدين لباس الشرعية في الحياة العامة، ويمنع الزنا ويمنع كذا إلى آخره، ولكن في الحقيقة هذا ليس سوى تطبيق جوانب قليلة من الإسلام، لأنهم لم يفقهوا الإسلام كاملا، وللأسف هذا يرتد سلبا.